الآن عاد معنا مرة أخرى سيادة اللواء محمود علي المحلل العسكري، ينضم معنا عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بك سيادة اللواء. السلام عليكم. الكرام. أهلا بك سيادة اللواء محمود علي المحلل العسكري. نسألك عن يعني أسباب استهداف النظام وميليشياته المدنيين في سوريا على هذا النحو، مقتل أكثر من 300 مدني بقصف روسي سوري على إدلب. يعني بالنسبة لموضوع استهداف المدنيين ليست هذه بداية النظام والروس وحلفائه، منذ بداية الموضوع السوري حتى الآن يستهدفون المدنيين وهجروا نصف الشعب السوري، يعني أكثر من 12 مليون بني آدم من سوريا هجروا إما داخل القطر أو خارجه، فهذا أمر طبيعي بالنسبة للنظام. ألم يستهدف النظام السكان المدنيين في الغوطة الشرقية وفي الغوطة الغربية وهجر أهلها؟ ألم يستهدف المدنيين في شرق حلب؟ ألم يستهدف المدنيين على مستوى القطر كاملا؟ هذا أمر طبيعي بالنسبة للنظام. آلة الحرب الروسية، الطائرات الروسية وطائرات النظام تقصف بالأساس، أغلب القصف هو يتم على القرى التي لا يتواجد فيها العسكريون أو عناصر الفصائل من أجل تهجير المدنيين واستفزاز الحاضر يعني الشعبي. هل نحن الآن أمام تطبيق جديد لسيناريو الأرض المحروقة التي اتبعها النظام وحليفه الروسي في كل من الغوطة وحلب؟ طبعا هذا بكل تأكيد هو اتباع سياسة الأرض المحروقة منذ نهاية نيسان الماضي وحتى هذه الدقيقة. الهجوم الذي بدأه النظام والروس على ريف إدلب أو أرياف إدلب وريف حماة الشمالي هو سياسة الأرض المحروقة. أكثر من يعني منذ بداية الحملة حتى تاريخي أكثر من 800 ألف تم تشريدهم وتهجيرهم، المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والمساجد والأسواق الشعبية تم استهدافها من قبل الروس ومن قبل طائرات النظام. لكن أليس يعني هذا تهجيرا للمدنيين؟ أكثر من هكذا إجرام يريد العالم الذي صمت وخرس منذ بداية الهجوم على إدلب، رغم أن هنالك بعض التصريحات بين الفينة والأخرى، تصريحات خجولة لا تتعدى السرطنة الإعلامية. المجتمع الدولي والإقليمي هو متآمر على السوريين، إضافة إلى أن النظام الدولي الرسمي هو من يحيك هذه المؤامرات إن كان في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو في العراق. أيضا يعني يبدو أن المعارضة المسلحة تحقق نجاحات كبيرة وتكبد النظام خسائر فادحة، إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه الانتصارات شكل المعادلة؟ يعني حتى الآن نتائج الهجوم المعاكس الذي شنه الثوار والفصائل المسلحة نتائج مرضي ومقبول إلى حد الآن. نأمل من الله تعالى أن يستمروا في تكاتفهم وتعاضدهم ويوحدوا كلمتهم والبندقيتهم من أجل التقدم وكسح النظام ودحره هو وداعميه الروس والميليشيات الإيرانية الداعمة للنظام. نتمنى ذلك، ولكن يعني لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث في المستقبل القريب. إذا كانت هذه الانتصارات قد تغير في شكل المعادلة ربما، إلى أي مدى ترى أنها يمكن أن تحرك المجتمع الدولي الصامت على مجازر النظام وحلفائه؟ أخي الكريم، بالأمور العسكرية عند أينما تصل البندقية تستطيع أن تفاوض حسب قوة البندقية تبعك. الثوار لو منذ البداية إن كان الفصائل أو حتى المعارضة السياسية لو استطاعوا أن يعملوا بشكل مهني وفني ويوحدوا كلمتهم كثوار وفصائل ويستوعبوا الضباط المنشقين عن النظام ضباط الجيش في كل مفاصل العمل العسكري لكان الأداء أفضل بكثير. أنت تعلم وكل المتابعين يعلمون أنه في عام 2014 سيطر الثوار على أكثر من 70% من مساحة القطر العربي السوري والنظام وقواته أصبحت متهالكة، ولكن مع الأسف وكل الأسف أنه قيادة الفصائل هم عبارة عن أشخاص ليسوا مهنيين وليسوا حرفيين مع احترامنا الشديد لأشخاصهم، ولكن كان يجب أن يقود هذه المجموعات من الفصائل المسلحة
ضباط من الذين انشقوا عن النظام، وأن تكون في المفاصل بكل فصيل من الفصائل ضباط من المنشقين حسب اختصاصاتهم، وهنا توحد الكلمة ويستطيعوا أن يخططوا لعمل عسكري ناجح. ولن يستطيع لا الروس ولا حتى العالم إذا اجتمع أن يحقق أي نتائج. لو حقق نتائج ستكون آنية وفورية، وسيستطيع الثوار دحرهم مرة أخرى وإسقاط نظام بشار الأسد. ولكن منذ البداية اختلفت الرايات وظهرت مثل ما كما يقال أسلمت الثورة وصارت هنالك رايات مختلفة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي أسقطت الأراضي التي سيطر عليها الثوار. إضافة إلى نقطة أخرى أنا أقولها، وهي أن قادة الفصائل في الأعم الأغلب مرتبطين بأجهزة المخابرات الدولية وبالدولار، ونسوا القضية الرئيسية هي قضية الشعب السوري وتحقيق أهدافه المطلبية التي خرج من أجلها. من إسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي، شكرا جزيلا.